كثير من الناس والشركات حتى ما عندها خلفية عن الطريقة الصحيحة لكتابة الكابشن أو الوصف في الانستغرام، ولا حتى شو الهدف منه بالأساس. اليوم رح تتعرفوا على أهمية الكابشن بالإضافة لثمان نقاط أساسية لكتابة كابشن خلاق ومبدع يلي رح يزيد نسب التفاعل والمتابعين بشكل كبير. مرحبا فيكم بحلقة جديدة من ديالا، معاكم غيس. وإذا بهمكم تعرفوا كل شيء جديد ومفيد عن عالم الإنترنت والتسويق الإلكتروني، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيه حتى تصلكم الحلقات أول بأول. وحلقة اليوم إنستغرام كابشنز. في البداية خلونا نعرف ليش الكابشن مهم. الكابشن مهم لنقطتين أساسيات. النقطة الأولى والأهم إنه شو الهدف من الصورة أو الفيديو يلي نزلتوه؟ شو حابب تقلي وشو بدك مني، أو ما يسمى بالcall to action. أما النقطة الثانية فهي لزيادة تفاعل الناس مع البوست تبعكم، إما بالطلب منه مباشرة أو بمجرد استيقاف المتابع لقراءة الكابشن تبعكم. وكل ما قضى المتابع وقت أطول على البوست أو المنشور، كل ما خوارزمية الإنستغرام بتكافئ البوست تبعكم أكثر وبتعرضها لعدد أكبر من المتابعين. ولكتابة كابشن احترافي لازم تاخدوا النقط الثمانية هاي بعين الاعتبار. النقطة الأولى هي مصيدة التفاعل. الإنستغرام بيعرض أول 125 حرف فقط من الكابشن، وبعدها بيجي اضغط على المزيد. فهال 125 حرف مهمين جدا لتخلي المتابعين يضغطوا على قراءة المزيد ليقرأوا بقية الكابشن، لأنه ما فيك تحكي كل اللي بدك إياه ب 125 حرف بس. لذلك هالمرحلة بتتطلب أكبر قدر من الإبداع والتحايل حتى تخلي متابعك يضغط على المزيد لقراءة بقية الكابشن. ولازم تفكر فيه كأنه عنوان مقال أو منشور حابب الناس تقرأ. على سبيل المثال، لهذه الأسباب الإنستغرام حظر لحسابي. بتلاقي المتابع إذا مهتم بالموضوع لحالهم شد لعنوان وضغط على المزيد ليعرف شو هي الأسباب. أو خمس عادات يومية تبعد عنك الإرهاق، أو أخطاء فادحة في الكيتو دايت إذا كانت صفحتك عن الدايت مثلا، إلى آخره من العناوين اللي بتشد الانتباه واهتمام المتابع لتصفح المزيد. النقطة الثانية هي استخدام الإيموجيز لدفع المستخدمين للضغط على المزيد، مثل المؤشر على سبيل المثال أو السهم، بالإضافة لتعابير الوجه أو أي إيموجي تاني بتحبوه ممكن يغني موقف البوست. والنقطة الثالثة هو وصف مبسط للصورة أو لواقعة الصورة في حال الصورة كانت غير كافية. على سبيل المثال، المكان أو الحدث اللي اتاخدت فيها الصورة هاي إذا كان البوست تبعكم صورة. النقطة الرابعة هي وضع call to action أو شو يلي بدكم من الجمهور. على سبيل المثال، اضغط على الرابط في البايو أو انقر على الصورة في حال كان عليها تاغات، أو حتى أرسل رسالة للمزيد من التفاصيل. يلي هو أهم شيء بالكابشن إنه بدك الناس تأخذ فعل بعد مشاهدة البوست، خاصة إذا كانت الصفحة هدفها بيع منتجات أو خدمات أونلاين. النقطة الخامسة، اسأل سؤال. وهدف السؤال هون هو تفاعل المتابعين بالتعليقات، مثلا أخذ رأي المتابعين أو تخييرهم بين أمرين على سبيل المثال. أما النقطة السادسة فهي اطلب التفاعل. أغلب الناس بتحب تساعد إذا طلبت منها هالشي، فطلب اللايك أو التعليق أو مشاركة البوست أو حتى حفظه أمر ممكن يزيد نسبة المشاركة بشكل كبير كتير. النقطة السابعة، خلي الكابشن منظم ومنسق مع نقاط، مو مجرد حشو كلام. في كابشنات بتفتحها والعياذ بالله ما بتعرف من وين بدك تبلش وإيمت بتنتهي. فخلي الكابشن منظم بنقاط ومسافات بين الأسطر، والأفضل ينكتب على برنامج تاني وبعدين بتعملوا له قص ولصق في برنامج الإنستغرام. النقطة الثامنة، خليه مختصر. يا أخي، نحن أقل الشعوب قراءة على وجه الأرض، ولسه بيجيك حدا بيحط لك كابشن ما ناقص إلا أنك تحط له عنوان وتاخده على المطبعة لتعمله كتاب. المنظر لحاله بعد ما تكبس على المزيد بيخليك تسحب اللايك من على الصورة بالأساس. فخلي الكابشن مختصر بكم سطر يفيد الغرض ومتضمن الأشياء يلي حكينا فيها، من وصف مبسط للصورة أو الواقع تبع الصورة، بالإضافة للسؤال والcall to action.
خوارزمية الانستغرام وكيف بتعمل قد يكون أمر محير عند كتير من صانعي المحتوى. ولا تعرفوا أكثر عن خوارزمية الانستغرام حطيت لكم رابط الحلقة هون. إذا استفدتوا من حلقة اليوم أرجو دايما تدعمونا باللايك وتشيروا الحلقة مع كل شخص ممكن يستفيد من الحلقة. شكرا مرة تانية لمتابعتكم ومنشوفكم بحلقة جديدة بإذن الله. السلام عليكم.